قناة الهلال الفضائية إذا كان عبر الشاشة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة وأمس يمكن كانت واحدة من الحوادث اللي ممكن تكون دخيلة على مجتمعنا السوداني. وين؟ في داخلية، في داخلية حجار، حادثة تقطع على السوشيال ميديا بصورة ما طبيعية، حادثة بتاعت اغتصاب طالبة داخل الداخلية، داخل الحتة اللي ممكن أهلها يكونوا مستأمنين عليها إدارة الداخلية، مستأمنين عليها الناس الموجودين في الداخلية، المسؤولين من الداخلية. نحن مع بعض في داخلية حجار هنشوف رأي الطالبات شنو، وحنشوف هم ذاتهم كانوا كيف ساعة الحادث، وكانوا وين ساعة الحادث، وين كانت الإدارة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. معك رون نقصي الشمال علي الجلة، رئيس لجنة داخليات المدن الصناعية وليدر داخلية حجار. نحن الموضوع بس ما قضية اغتصاب بتاعت يوم 25، احنا قبل اسبوعين من الان دخل علينا، كان ممكن الان لو انت جيتونا بعد الحادثة ديك نقول دخل علينا حرامي، لكن الان نقول دخل علينا جاني، دخل علينا جاني في بلوك سي، ودخل بكل صيغة مستأمن انه ما في اساسا حرس، لانه ما ممكن الان حرامي يجي ويدخل لحد الطابق، يبدأ من الطابق السابع. الجاني دخل من الطابق السابع، دخل الغرف، ما هو اصلا جاني معناه قضيته من البداية عاوز يغتصب. دخل الغرف، والغرف كلها كانت يعني الغرفة اللي لقى انه ما في طريقة، ما قادر يتمكن انه يتمكن من البيت او يغتصبها وكده، شال منها تلفونات وكده لحد ما وصل الطابق الخامس. حصل الآتي، واحدة من البنات كانوا مسهرات، دايرة تطلع تمشي غرفتها لأخوتها، في النهاية قامت لقت الزول في وشها، قامت دخلت غرفة صحباتها طوالي وقعدت يعني وقفل الغرفة قعد يكوركو. في النهاية لما سمع واحدة من صحباتها قالت لهم جيبوا السكين، بعدين شافوه ضلوا كده انه ماشي على الغرفة بتاعت اخوتهم، ففتحوا الشباك وقعدوا يكوركو حرامي. واحنا كلنا كبنات حجار عملنا الآتي، لأنه شيء طبيعي لما انت تحس بخطر بتستنجد بالآخرين، قعدنا نكورك حرامي، وحتى البيت لحد ما تأكدنا ان البيت في ذاتها فتحت الشباك بتاعه وقعدت تكورك حرامي. هو كان ماشي عليها هي براها كويس، قعدنا نكورك، نسمع صوت من تحت من الحرم بتاع الداخلية يصرخ بأعلى صوت عنده، مشرفة بالمناسبة بتقول كلمة واحدة قالت لينا، بتردد بس في الجمل دي، يا جماعة ما تكوركوا ومد هناي عشان ما صحوا الناس، ما صحوا الجيران. يعني الشيء الطبيعي اللي لو جاء اي بيت في اي مكان في العالم ده انت جاك خطر بتكورك وبتستنجد بالاخرين اكيد طبعا. الموضوع ده على فكره واحد بنات بي، يلا ده بلوك سي، بنات بي شافوا انه في الباب المعاكس البواب الجنوبيه انه واثناء ما هزوا الجاني ده كان معانا فوق في سي، كانوا في اثنين منتظرينه في البوابة الجنوبية، واتصلحت على فكرة، اتصلحت بعد ما هم عرفوا الإدارة انه انا ما متواصلة مع الامين العام، زحت للبنات انه الامين العام ده جاينا زيارة، بعديها حتى اتصلحت البوابة زي الناس. بعد الحادثة بتاعت بلوكسي البوابة صلحوها بحيث انها بس تكون ثابتة، لما نتأكدوا انه في امين عام جاي يزور الداخلية هو الوفد بتاعه، خافوا قاموا صلحوها. حصلت الحادثة بتاعت يوم 25، الحادثة الفظيعة اللي احنا كلنا، هي ما مغتصبة براء على فكرة، كلنا مغتصبات، كلنا احنا الان ما بنتحدث عن شرف زولة واحدة، احنا كلنا بنتحدث عن شرف حجار بحالة، انتوا كلكم بتمثلوا حجار كويس. دخل واغتصب البيت، دخل الحاجة الغريبة، دخل عليها بمفتاح، ده منطق، دخل عليها بمفتاح ودخل الغرفة واغتصبها تحت التهديد، وبعدين بيضرب فيها على اساس انها هي تغمر كويس. وبعديها بعد الحاجة دي اللي حصلت هي طلعت وقعدت تكورك، مشت للإشراف، ضربوا للمدير. إحنا ما عندنا خبر، على الأقل إحنا يكون عندنا خبر، على أساس إنه إحنا ما الواحد اللي بتنوم برام عن نفسي. أنا مثلا يعني زميلتي ما أنا مثلا في الوضع الحالي أنا ما حنوم براي تاني، حمشي أشوف زولة تانية أنوم معاها، ما يورونا الحاصل. اتفاجأنا اليوم اللي بعديه بكم هائل من الناس اللي لابسين مدني ماشيين يفتشوا في البوابة الغربية، ماشيين يفتشوا في الكاميرات، طبعا كاميرات المراقبه ما يعني ما اعرف ما كنا قايلين انها هي شغاله، وهي جزء ما كلها هي شغاله على فكره، شغاله كاميرا ولا كاميرتين عشان ما يقولوا هناي شغاله كاميرا، الكاميرتين دي يفتشوا فيها. احنا تفاجأنا تماما، ما عارفين الحاصل شنو، كلنا متسائلين. كنتوا متسائلين يا بنات صح؟
كنتم متسائلين ولا كلكم بتقولوا في شنو؟ قالوا لكم ما في حاجة صح؟ كلكم بس ما قالوا أي شيء. اتفاجأنا بالمساء قالوا لنا الآتي، قالوا إنه إحنا حدنا تاني في الهناي في تاني بعد ده ما يعني ما بعد ده تاني زمننا بتاع ال 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 الزمن اللي ممكن نكون فيه برا الداخلية في الحرم، يعني الساعة 11 دي ما حصلت في الداخلية. نحن بنكون يعني حرين، يعني حد على فكرة نحن في حجار دي مرات بنكون مسهرين للماء، يعني لازم البلوكات دي تكون فاتحة، بنكون قاعدين يعني منتظرين المسؤولة وكده، يعني ما في ناس قاعدين يحجزون من الساعة 11. قاموا حجزونا في اليوم ده إنه ما نطلع. يلا الكلام يعني كان متستر تماما من قبل الإدارة ومن قبل الإشراف، كانوا متسترين على الحاجة دي كويس معاك. بعد ما البنات البيت سرق تلفونها طبعا وخللها ولاعة زناد كويس، وقام سرق تلفونها والتلفون بتاعها بتخالتها بتحاول في التلفون، قام رجع لها في تلفون بتخالتها على ما اعتقد بيكون طلع الشرايح لانه التلفونات الذكيه دي بتسحب الوصمه، طلع الشرايح دخلها ورجع لبتخالتها قال لها اسمعي نادى بالنيم يعني دي ما حاجه طبيعيه، ناديها بالنيم مفتاح غرفتها بالمفتاح ده كيف ناداها ضرب، قال لها انا والله جيت سي وجيتك انت في بي وانا الليله جاي ايه لكن بجيك تاني يعني ده وتهديد. إن إحنا لما سمعنا الكلام ده قامت هي كلمت صحباتها نحن مبارح كنا قاعدين تحت كلنا سمعنا الكلام ده احتجينا ما رضينا الحاجة دي، بما إنه هو قال جاي لي إيه، بما إنه هو أصلا بكل جراءة جسي وبكل جراءة جعمل عملته في بي، لكن أنا بشوف إنه هو ما غلطان يقول أي شيء لأنه هو أصلا عمل الحاجة دي والإدارة سترت عليها. خليه يقول أنا أجي بي ولا يقول أجي الطابق في بي الطابق الكذا الغرفة الكذا من حقه، لأن الإدارة سترت يا جماعة الإدارة سترت. بعديها طلعنا طوالي، جينا طالعين لما شفنا إنه الموضوع خطير كذا طوالي توجهنا هنا للشارع ما دخلنا إلا ما بعد جانا بابا قاسم بروف قاسم بدري جانا وجانا الأمين العام. احنا مدير الداخلية ما جانا ابدا ما رد علينا. احنا اتصلت انا عن نفسي لانه متصل مع الأمين العام رئيس لجنة وكده، اتصلت عليه والسيد الأمين العام الحاصل كيت 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 في غضون نص ساعة قام جانا كويس. واثناء ما احنا بنتكلم في واقفين وكده وفي اثناء الوجعة واحدة من المشرفات عارفين قالت شنو يا بنات، قالت شنو المشرفة ما تابعة تستاهل هنده يعني ما كلامي انا، احنا ما دافعين لحجار يغتصبونا، يعني الموضوع بتاع الاغتصاب ده متعلق بجانب المادي، يعني اي زول ما دافع يغتصب. احنا عايزين نفهم القصد شنو من الحاجه دي. بعدين من اول ما طالبنا كنا طلعنا باهنا انه احنا إقالة مدير داخلية حجار وكل الهيكلة بتاعته جابيها يشيلها زي ما هو يتخارج لنا من حجار سواء بإشراف بحرسه ما دايرينه نهائي ما عاوزينه. والأمين العام نفذ الحاجة دي، كنت أتكلم معه قبل بشيء اتصل عليه قال إنه هو أقال المدير بتاع الداخلية وأقال كل هيكلته كل الحاجات دي هنا، وإحنا ما هنسكت وإحنا عاوزين لجنة بتاع التحقيق جنائية في الموضوع ده، لجنة تحقيق جنائية تكون في الموضوع ده. انت قلت انه من خلال كلامك انه الزول الجاني ده دخل A و B و C ولسه متوعد ودخل واحدة من الغرف بمفتاح، فبتفتكري انه زول ممكن يكون عارف كل المداخل وعارف روحه عايز يعمل شنو وعارف روحه ماشي وين؟ يلا هو دخل C ودخل B واتوعد ب A واحنا بدل هما يجينا جوا احنا طلعنا له بره امبارح ده كويس. هو على فكرة هو عارف كل المداخل، لأنه لو هو زول ما عارف كل المداخل ما كان بكل صغة دخل بلوكسي وبدأ من الطابق السابع، أكيد حيكون خايف صح، لكن هو عارف مداخل الداخلية وعارف مخارجها. لا هو بالعكس عنده تأمين قاعد له برا، كان لما في الحادثة بتاعت سي عنده تأمين برا. إحنا ما بنقول حرامي مغتصب، حتى من زمن سي هو مغتصب، ولما جه مغتصب لما جابيه مغتصب، والآن لما هو بيهدد هو مغتصب وجاني، واحنا كلنا ضحايا ما ضحيه زوله واحده،
كلنا نحن هنا وده شرفنا وده حجار يعني. بس طيب إقالة المدير العام للداخلية ممكن تكون كفاية؟ ممكن تشفي قليلكم؟ ممكن تبرد ناركم؟ وباعتبار إنه في طالبات مغتصبات ده ما حل أصلا. يلا أول حاجة نحن الإدارة دي ما عاوزينها ما على أساس إنه تشفي قليلنا، تشفي قليلنا من ناحية التستر. نحن زول متستر معنا شريك في الجريمة بالمنطق. نحن زول شريك في الجريمة نخليه في داخليتنا؟ شوف الورقة المكتوبة هناك كتبتها أنا زادي، يمنع دخول المدير المستتر على الاغتصاب. احنا ده زول مستتر شريك ما حيخش لنا داخليتنا ابدا، ما حيخش. الحاجه دي شافت غليلنا ما شافت غليلنا دي بنشوف انه ده منطق المفروض نمشي بيه، ما يخش لنا هو حتى الاشراف طردناه. الا اي حاجه تابعه للمدير الفات احنا ما دارينا في الداخليه، دي اقل حاجه احنا ممكن نعملها. لكن حقنا البش في غليلنا انه حقنا يرجع اللجنه. ايوه كلهم غلطانين مع بعضهم وشركاء في الجريمه كويس، واحنا حقنا بيرجع في حاله شنو؟ في حاله انه يتكون لجنه تحقيق. المدير ده ما معناه قالوا معنا خلاص، ما معناته انه المشرفات قالوا معنا خلاص دي النهايه. المدير اللي قالوه ده هو ذاته امبارح لما الامين العام جه ما كان عارف الكلام ده، لا عارف الموضوع الا لا الميزانيه بتاعت الباب دي بيطلعوها من وين؟ ما من صندوق صح؟ التصليحات بتاعت السلك بتاع الكهرباء الحاجات دي هيطلعوا من امين العام، ما وروا. اذا هو يتستر على الموضوع، يتستر على الموضوع هو ذاته معناته شريك في الجريمه. حتى لو اغالوه الليله هو ذاته الان يعمل لجنه بتاع التحقيق وهو ذاته يحققوا معاه، اكيد حققوا معاه هو اداراته واشرافه. ونحن ما حنسكت على الحاجه دي، حنكون مواصلين كده ده مواصلين طوالي. نحن ما لم نحن نشوف لجنه وتحقق، خلينا من انه القضيه دي مشت في الجانب الجنائي وانسحبت القضيه مثلا المني عليها دارت تنسحب ما عاوزه تنسحب، نحن الحجار والمتسترين دي ما بنخليهم ابدا، ما بنخليهم هي حقها انه تستر في موضوعها هي لانه ما دارت تكشفه، لكن نحن الحجار دي ما بنخليهم يتستروا. نحن كلنا في خطر، كلنا نحن هنا في خطر. مطالبنا الان امبارح من مطالبنا البارزه انه هجو مدير هجو اتزال، المدير هجو الان اتزال كويس، واحنا كل مطالبنا بنكون ثابتين عليها تماما. رونق انا بشكرك كثير وان شاء الله ربنا يحفظكم وان شاء الله ربنا يرد لكم حقوقكم كامله. نحن حنشوف بعض الطالبات وحنشوف ارائهم. انا بشكرك كثير، شاهدينا في كل مكان دي من النهايه ولكن حتكون هي كانت البدايه مع بعض من داخليه حجار او من خارج داخليه حجار. حنشوف طالبه جديده، حنشوف ممكن تقول لنا شنو، تحكي لنا عن الحادث ده حصلت كيف، او هي ذاته ممكن يكون جواه في شنو عايز تتكلم عنه. انا لما اجي احكي لك اقول لك والله انا حصلت لي اغتصاب وكده، انت مفروض مش متنومي، انت لا تاكلي ولا تشربي ولا انت مفروض تكوني عينك علي 24 ساعه. يعني البيت دي لما مشت للمشرفات في الغرفه يا جماعه والله انا حاصل لي كده وهي بتبكي وهي حامل، يعني دي وضع حساس، دي ما اي زول بيتقبلها كويس. مشت لهم المشرفات في البلوك بتاعنا وليهم الشكر من هنا انا بوجهه لهم، المشرفه نعمات والمشرفه مناهل ما في زيهم والله العظيم، ما ناموا ساقوها ودوها للحرس ودوها المستشفى جابوها، يمكن يكون لحد الليله هم ما نايمين كويس. انا ميسون فضلصيد بذات نفسي لما جلبوا رفقه سين بدري ومشى البلوك بتاع سي وبيقى قاعد يتكلم مع البنات وكده، قمت قلت لهم شال التليفون بتاعه وبيضرب للمدير بتاع الداخليه والمدير ما بيرد له تمام. قاموا قالوا له طيب اضرب للسكرتيره واضرب للبقيعه اللي هي يعني باعتبارها شرطيه في الداخليه دي تمام، ما ردوا. انا قلت براي لانه انا بجد الموضوع يعني وجعني شديد تمام. مشيت انا ولا البنات ممكن يعني اغلبهم يكونوا هم شاهدين على الموضوع ده، قلت لهم انا حامشي لها مشيت. وده انا مما دخلت غرفه الاشراف اتوقعتهم على الاقل لقى تليفوناتهم شغاله، الو الحاصل كده ها مره في شنو. اولا لقيت مشرفه يعني بدون ذكر الاسماء قاعده تتكلم بالتلفون، دقيقه قاعده تتكلم بالتلفون، قلت لها لحظه دقيقه، هي اسمها امل تقريبا، انا يعني اسمها امل هي تمام. مشيت لقيتها بتتكلم بالتلفون، قلت لها لحظه انت ومعاي بنت اسمها زهراء برضو، قلت لها عايني انت هسه بتتكلمي بالتلفون ونحن في الشارع برا الكلام ده 11 ونص، يعني ده ما زمان بيطلعوا في بنات ساي صح ولا ما صح؟ يا نحن قاعدين برا وفي الشارع وبنصرخ وبنكورك وانت هنا بتتكلمي بالتلفون؟ ما طيب اداره شغل يعني شغل اجتماعي ما في يا اخي، شغل انساني، تعالي شوفينا نحن مالنا، احتمال السدارين يقتلونا، تعالي ما انت امنا صح؟ دي خليتها. قامت قالت لي انتوا ما تقدروا تشتكوا لي، نحن ما قلت لها عيني انا احنا ما بنشتكي لك انت،
ان احنا الاداره اشتكينا لها ما عملت لنا حاجه، نشتكي لك انت حتعمل لنا شنو؟ ولا شيء. دقيت الباب، يعني انا بجد كنت يعني معصبه شديد كويس، دقيت الباب للاشراف، الاشراف اللي طلعوا لي وهم بياكلوا، نحن لا فطور لا غدا ولا عشاء وتعبانين، والبيت ما عارفيننا في المستشفى مع اهله هي وين هسه حالتها النفسيه كيف، لقيتهم بياكلوا. قلت لهم ده زمن اكل ده زمن شراب، نحن هسه الدنيا كلها مقلوبه على البيت دي. قالوا لي البيت دي مش يعني بالموضوع، قامت قالت لي انتوا قال لكم منو انه انا قلت ما دافع شهري واحد او الشهور انه يغتصبوه؟ قلت لا يلا شوفي، زي ما بيقولوا الكلام بيجيب الكلام، صح؟ انت الكلام ده من ناحيه قلتيه وقلتيه كويس، والبيت دي هسي في ذمتكم انتوا، وانتوا قاعدين تاكلوا ودي ماسكه التليفون، ديك بتقوم بتقول لي عاني ما تقلي ادبك معاي. قلت لها يلا، هي الموضوع ما جاب موضوع قله ادب، لكن احنا لو عايزين نقل ادبنا عليكم نحن الطابق او البرج الواحد فيه سبعه طوابق، نحن ما قادرين نتفق عليكم كلكم ونقتلكم هسي، نحن ما غالبنا شيء، لكن نحن احتراما لاهلنا جايبيننا هنا عشان قرايه ودراسه، وعارفين انه نحن قاعدين في محل امان، وزول ممكن يخش راجل ممكن يخش علينا ما في، تمام يا استاذه؟ نحن بنكون قاعدين ده حرم جامعي نسوان، نحن نسوان معروف في المجتمع السوداني دي المره قيمتها شنو؟ نحن بنكون قاعدين ده حوشنا زي حوش بيتنا، نحن نمشي نلبس اللي نحن عايزينه كويس، ده حوشنا نحن حقنا بالنهار بالليل معروفة داخلية حجار لسكنات البنات كويس، نحن ما ممكن في نص النهار المدير يجي خاشي توج بالعربية وقف لنا جنب باب البلوك، يا أخي البنات دي وعلل عليه ما عامل لنا موية، نحن بنمشي بنشيل الموية دي من الحنفية دي بنشيلها، بيجي خاشي بالعربية دي تلقيها جرت كده ودي مشت كده وما في إنذار، يا أخي تيت تيت بوري صفق لنا أنا جاي، لكن ما ممكن انت تخش علينا، نحن ما عوره، نحن عوره يا اخي، لو اهلنا ما عرفوا انه انت شفتنا نحن في نفسنا بيكون عندنا حاجه ولا شنو؟ ما في النهايه نحن نسوان، صح ولا ما صح؟ انا اللوم الاول بلومه للاشراف، اللوم الثاني بلومه للحرس. انا حاقول لك حاجه بسيطه، نحن يوم عندنا صاحبتنا تعبت شديد وقد ما يكون هنا معي بنات كويس، جينا للحرس برا لقينا الباب ده فاتح، الكلام ده يا استاذه يكون الساعه 11:30 في باب داخليه بيكون فاتح، الباب بتاع الريسبشن الاثنين فاتحات، دخلنا له البيت تعبانة عايزة تموت، البنات قالوا له طيب الحرامي ده ما في داعي تقلب بيه فوق أو امشي، يجي داخل بالباب، ما الباب هو مفتوح يا دكتورة والساعة 11 بالباب ده مفتوح، بكلامنا زعل مننا الحرس، الحرس المفروض تكون مهنته إنسانية قبل إنه تكون مهنته مهنة اجتماعية، يا حرس نحن عايزين لنا ركشة نجيب البيت، قال لنا امشي انتوا جيبوا البيت، الساعة 11:30 في زمن أبوك لو في البيت بيخليك 11:30 تطلعي، 11:30 نحن ماشيين لحد شارع العرضة، مع احترامي ليك سامعين كلام من أولاد كلام لا ما بيتقال، لكن نحن ماشيين ليه؟ لأنه خايفين على البيت تموت، دي ما سكن ودي ما داخلية، يا أخي المدير بيقعد هنا بيشوفنا ديلك نحن شايلين ولا حتى بيتأثر ليه؟ لأنه مدينه قروشه صارف قروشه، أولاده مرتاحين مرته مرتاحة تاني عايش ماله مالنا، لكن المهنة دي لما يدوك لها بيدوك لها كمهنة إنسانية قبل ما تكون مهنة اجتماعية كويس، المدير ده أن إحنا ممكن الواحدة ما يقدر لا عذر، شهري واحد ده الحرس ده بيقفلك في الباب، نحن ما بنقرأ في ناس أغلبنا بنقرأ جامعات خاصة، جامعة الأحفاد جامعة خاصة، أنا شخصيا بقرأ في مدرمان الأهلية جامعة خاصة، تمام إحنا أهلنا ده الاحتمال في بداية الشهر يعني ليه نص الشهر يوم 10 كده يدون القروش ندفع للداخلية، لا أجيفي هنا أنا يوم داك أقسم بالله ومعاي صاحبتي دي يوم داك نحن الحرس ده موقفنا لحد 10 ما لم تجيبوا يصال طبيته هنا، قال لي بالمعنى وبرا، قال لي تبيتوا برا انا حاقف في الباب ده تبيتوا لي برا، كيف نبيتك برا ونحن يا اخي نحن لو عادين ما دافع لك قروش، جيناك الساعه 2 صباحا في الداخليه دي مش ممنوع الدخول تدخلنا، نحن ما نسوان، نحن ما عرضك انت قبل ما يكون عرض الداخليه وقروش الداخليه، نحن عرضك انت كويس، عشان كده يعني الموضوع موضوع اداره وموضوع اشراف، والاشراف موضوع اكبر من موضوع الاداره لانه ما في عنايه صراحه في الداخليه دي. إن شاء الله يا رب ربنا يصلح حالكم ويحفظكم، حنشوف طالبة تاني تدينا يعني حديث عن الحادثة اللي حصلت والحادثة اللي حصلت قبلية، موضوع اغتصاب داخلية حجار للطالبات. داخلية حجار بالنسبة للحاجة اللي حصلت دي، طبعا نحن عندنا يعني المتهم الأساسي في القصة دي الإدارة، بسبب إنهم أول شيء مقصرين جدا جدا في قصة التأمين، ودي هتكون واحدة من بلاغاتنا ضدهم كويس، ويعني الحاجة اللي احنا هنحاسبهم عليها، وفي نفس الوقت دي هتكون واحدة من مطالباتنا يعني في قصة التأمين، احنا عندنا هنا بيبيت
واحد كل يوم، وإذا باتوا حرسين بيكونوا نايمين، ما في زول بيراقب الكاميرات دي. ده إذا الكاميرات شغالة، وإذا هي شغالة ما بتغطي كل الحوش اللي حوالين الداخلية، يعني ما بتغطيه الكاميرات دي. فنحن عايزين حرس يكونوا مرابطين، يتناوبوا على القصة بتاعت مراقبة الكاميرات وعلى القصة بتاعت حراسة الداخلية مبدئيا. الحاجة دي كونها هي ما كانت فيه، دي الحاجة ذاته أتاحت الفرصة لمعتدي أو جاني يجي من برا الداخلية يسرق ويتحرش بالبنات ويغتصب البنات، دي الحاجة أتاحت يعني بقصة تقصيرهم في عدم التأمين. كويس، فإحنا عايزين يتحاسبوا مبدئيا على الحاجة دي، الإدارة السابقة عايزين يتحاسب على الحاجة دي، وفي نفس الوقت أي إدارة جديدة تجي يفترض إنه الحاجات دي بعد كده تبدأ تتنفذ، تبدأ الكاميرات دي تكون قاعدة في أي حتة حوالين الداخلية، تغطي المنطقة بصورة كاملة، الحرس ما يجي يراجعوا الكاميرات بعد الجريمة تحصل، يكونوا مراقبين الكاميرات دي أثناء ما هم في مناوبتهم الليلية. ويا ريت لو إنهم يشتغلوا بشفتات، لأنهم ما قاعد يشتغلوا بشفتات، الناس دي كلها بتنوم، قاعدين ينوموا آخر ما يصحى، إذا في حرامي نحن بنصحى قبالهم، هم ما بيصحوا بدري، وبعدين الحرامي بيمشي لو في حرامي ذاته وبيجي يقول أنتم بتتوهموا، دي تخيلات منكم بكل البساطة في الدنيا دي. تاني حاجة، الشيء اللي خلى الحرامي ده يدخل مرتين، ومرة قالوا إنه فتح الأبواب بمفاتيح، يعني إنه نحنا في الداخلية أبوابنا ما مؤمنة، أبوابنا هي من فايبر أول شيء، يعني هي بيشلوت ثابت الكسر. تاني حاجة، الكوالين بتتفتح بمفاتيح تانية، يعني عادي الواحد يكون عنده مفتاح يفتح بيه والباب ده، ما يكون ده مفتاح الباب لكن بيفتح الباب، المفتاح الواحد بيفتح عدة أبواب تانية. حتى الدواليب بنفس الطريقة بتتفتح، يعني المفتاح الواحد ممكن يفتح له كم دولاب، يعني اصلا هو يكون ما مفتاحهم. كويس، فنحن عايزين اول شيء ابواب من مادة تانية، خشب حديد، تكون ابواب قوية. تاني حاجة، عايزين انه الكوالين دي يعني يجيبوا لنا كوالين حاجة كده محترمة، يعني تكون حاجة بتاعت يعني حاجة تتأمن بصورة جادة. بالنسبة لانه الابواب مثلا بتتفلت وكده، هي ابواب الخزن بتتفلت فدي ما قضيتنا، لكن احنا عايزين على الاقل ابواب ما تتفتح بمفاتيح تانية بكل البساطة في الدنيا دي. ابواب لما تتفتح بمفاتيح تانية معناه اللي بيحصل انه يعني ما هيكون في حركة، ما هيكون في جوطة، زول ما هيعرف انه في حاجة حاصلة بالجت يعني. وتاني حاجة قلنا قصة التأمين دي، وعايزين تيم بتاع حراسة نسائي يكون شغال برضو بمناوبات عشان يراقب الكاميرات الجوة الحوش، لان الكاميرات الجوة الحوش دي ما مفعلة مبدئيا، جوة حوش الداخلية ما مفعلة، ولا حتى جوة البلوكات ما في زول بيراقبها، ما في شاشات بتاعت مراقبة للكاميرات دي، ما فهي اصلا قافلة، حاجة كده قاعدة زي ترميز تضليلي بس، حاجة كده قاعدة منظر بس، ما في شي شغال. احنا عايزينها تشتغل، وعايزين تيم حراسة نساء يكون شغال يحرس الحاجات دي ويراقب الكاميرات دي 24 ساعة. طبعا محاسبة الإدارة في الحاجة في الحادثة اللي حصلت دي، وفي في الحوادث اللي حصلت يعني سابقا، السرقات التحرشات وكده، ونرفع عليهم ذات قضية رد شرف، لأنهم هم ناس الإدارة، مش كانوا متسترين ومتواطئين وبس، ناس الإدارة كانوا بيتهموا حتى البنات فيكم، انتوا بتتوهموا في انه دي واحدة ممكن يكون جا حبيبة، في انه يا اخي البنت دي كذابة، احنا زولنا ده ما يتحرش، في يعني كانوا بيكذبوا الحاجات دي، بيكذبوا الحاجات اللي حصلت دي. فنحن محتاجين انه الادارة دي تتحاسب على الحاجات السابقة اللي حصلت، الادارة الاسي حاليا مشت دي تتحاسب، اقالتها براها دي ما محاسبة، اسي حاليا ياهو لو عندنا الرئيس السابق ده ما في اسي، هو ما رئيس، لكن في نفس الوقت قاعد في السجن عشان المفروض تتحاسب، فدي حالة افترض تحصل اسي، نحن استغنينا عن خدماتهم دي حاجة، وكونوا انهم يتحاسبوا دي حاجة تانية خالص. نحن محتاجين انه يتحقق معاهم ويتحاسبوا في الجريمة اللي حصلت دي، يتحاسبوا في تقصيرهم كويس، ويتحاسبوا في تسترهم على الجريمة اللي حصلت دي، لأنه في جريمة حصلت مستترين عليها يومين، وكان ممكن يتستروا عليها شهر سنة ويمكن أكتر من كده، لو مزولة صاحبة القضية جات هي اتكلمت وقالت إني يا أخواننا حاصل عليه 1 2 3، نحن ما كنا هنعرف، وما كانوا هيعملوا حاجة ناس الإدارة، كانوا هيخلوا الحاجة دي لحد ما يغتصبوا 2 و3 و4 ويمكن تحصل جرائم قتل عديد، ويقول أنا بتتوهم وما في حاجة حصلت وداخليتنا نحن فل الفل وسليمة. دي الحاجة ممكن تحصل يعني إذا البدي ما كانت تكلمت، يعني ما جات قالت إنه حاصلة معي حاجة في الداخلية، عادي بيقول لك بتتوهمه، لأنه هم قبل أقل من أسبوع، قبل أقل من 3 أسابيع قالوا نحن بنتوهم وما في حرامي دخل الداخلية. كويس، حاجات تانية اللي هو
من مطالبنا انه نحن عايزين يكون فينا ممثلين يعني من الطالبات يكونوا في الـ في الـ يعني في السيستم الاداري بتاع الداخليه عشان يوصلوا مشاكلنا عشان يوصلوا اعتراضاتنا عشان هم ذاته يقرروا عننا الحاجات اللي بتحصل. نحن ما عايزين القرارات بس تجينا من فوق خلاص نحن جايبين لكم فلان حرس خلاص نحن جايبين لكم يعني ما عايزين الحاجات دي تجينا كده. عايزين نحن ذاتنا نشارك في قرارات روحنا نحن القرارات اللي بينفذوها عننا دي بس دي تقريبا مطالبنا ونتمنى انها يعني هي تتنفذ بالذات المحاسبه لانه اذا ما تحاسبوا على الفات ما هيحصل حاجه في الجاي. نحن ما هنضمن انه هيجيبوا لنا ناس يحترمونا ناس اداره تحترمنا اشراف يحترمنا حرس يحترمنا ما هنضمن. نحن هم مسؤوليتهم الاولى انهم يكونوا حريصين على امننا يكونوا حريصين على راحتنا نحن هنا في الداخليه. نحن لا حريصين على امننا ولا على راحتنا ولا على حياتنا ولا على اي حاجه حريصين علينا هم في الداخليه دي. هم في الداخليه دي شغالين محل بتاع جبايات بس ما اكتر من كده دي الحال هم شغالين. فنحن عايزين انه في المستقبل يجيبوا لنا ادارات محترمه بس شكرا. طيب معلش بس اجراءاتكم الان وصلت لوين والحادث دي ليه يمكن يوم وقبليه في حادثه وقبلها في حوادث بتاع السرقه اجراءاتكم الان وصلت؟ طيب في الحادثه دي قبل في بنات مننا مشوا فتحوا بلاغ في الإدارة ومشوا فتحوا بلاغ في المشرفات بالاسم اللي هم سمعوا منهم كلام ما ياهو مشوا فتحوا فيهم بلاغ. البيت ذات اللي حصلت معاها الحادثة دي أو الناجية دي هي ذاتها مشت فتحت بلاغ يعني من اليوم الأول يعني مشت فتحت بلاغ. الحصل في الحوادث السابقة في القضية بتاعت التحرش إنه البيت ذاتها مشت فتحت بلاغ لكن نحن ما عارفين القصة دي وصلت لوين كويس. والبيت دي ناس الإدارة هم يعني وقفوا ضدها تماما ويقفوا مع الحرس بتاعهم لدرجة إنه بس خلوه غاب كده حكاية 3 شهور ورجعوا تاني جابوه. بس حاليا عنده هنا يمكن شهر كده قاعد بصورة كده يعني هناك قاعد طوالي بيجي طوالي. نحن من غير ما نعرف إنه الحاجة دي حصل فيها شنو البيت بكل البساطة في الدنيا قالوها ودنوا الداخلية بقت ما آمنة بالنسبة لها أخذوها ودوها حتة تانية. لكن الحارس دي جابوا لنا هنا من غير ما يفهمونه وهم ناكرين تماما إنه الحارس بتاعهم عنده يد في القصة دي في حين إنه الحارس ده ضرب البيت دي كف قدام الإدارة لما هي قالت لهم أفتحوا الكاميرات عشان تشوفوا الحاجة اللي حصلت. لما قالت لهم كده قام ضربها كف ونكر إنه هو عمل أي حاجة ضربها كف وما في واحد فيهم حجزها. بالعكس كانوا مقتنعين تماما إنه حارسهم ده زول ممتاز وزول ضابط وما بيعمل أي حاجة غلط. البيت هي الغلطانه. البيت دي نحن مؤمنين تمام بانه كانوا مستقصدينها لانها كانت ساعيه في انها تحل مشاكل الداخليه دي وكانت بتمشي تلاقيهم من صندوق لاداره التعليم عالي اللي كده كانت جاريه شديد في مشاكل الداخليه دي فعشان تمام بانه استقصدوها لانه حتى كان في استهتار من المدير السابق للمدير كان في استهتار لما هي جات شكت له مره ومرتين وثلاثه لحد ما وصلت الحاجه لانه الزول ده كان سكاها وجاري وراها والقضيه كبرت لحد المرحله دي وكان بيستهزا بها وما كان ناوي انه يتدخل في القضيه دي. فبس نحن يعني اجراءاتنا لحد الان بس انه فتحنا بلاغ في القصه دي يعني انما القصص اللي فاتت نحن في السرقات ما فتحنا بلاغ ما فتحنا بلاغات في السرقات يعني كل الحكايه اللي عملناها انه نحن بلغنا اداره الداخليه كاول جهه مفترض انه نحن نبلغها عشان تحل المشكله. اداره الداخليه ما قاعده تحل مشاكلنا عشان كده نحن هسه حاليا هنفتح بلاغ في اداره الداخليه ذاتها بس إن شاء الله ربنا يحفظكم ويرد حقوقكم كاملة ما منتقصة إن شاء الله يا رب العالمين. أسعد يومك إن شاء الله والحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك تسلمي. أول حاجة أنا إسراء الطاهر. أنا ما من الداخلية دي لكن إنه فاهم إنه القضية واحدة قضيتنا كلنا واحدة إحنا كلنا بنتكلم عن حاجة واحدة يعني تفهم النساء وبعضهن لأن القصة واحدة يعني حاليا في كمية من البنات هنا هم أساسا ما من الداخلية دي لكن هم حاسين بكبر الحاجة وبعمق الحاجة وبعمق الشعور اللي بيحصل لما تحصل الحاجة زي دي عشان كده جو وعشان كده كلنا جينا وهكذا. فالحاجة اللي أنا عايزة أوصلها إنه إحنا مفترض ما نخاف إنه إحنا مفترض نشوف إنه إحنا مفترض نسوي شنو وهكذا ونسعى في القضية حقتنا. الحاجة الثانية اللي أنا عايزة أوصلها إنه في كمية آباء جو سحبوا يعني سحبوا بناتهم وكذا. طيب أنت لما تسحب بنتك من الداخلية وكذا ده ما حل أبدا صراحة. إحنا ما عايزين خوف إحنا عايزين إنه إحنا نضغط عليهم عشان هم يوفروا أشياء تخلي الناس يجيبوا بناتهم ما الناس يقوموا يسحبوا بناتهم من الداخلية وهكذا. فبس دي الحاجة اللي أنا عايزة أوصلها. في نفس الوقت
توفير الحماية والحاجات زي دي اتكلموا عنها البنات يعني، لكن مفترض حرفيا يعني يكون في حماية، يكون في أمن، يكون في سكيورتي، يكون في أي حاجات يعني بتخليهم يكونوا حاسين بالأمان. يعني ناس حاليا البنات كل الواقفين دال أنا حاسة بأنهم هم خايفين، وفعلا هم خايفين، وأنا برضو في داخلتي خايفة، دي فلانة قاعدة في مكان تاني خايفة، كلنا خايفين. ليه؟ لأنه ما مفترض حاجات زي دي تحصل. إحنا في القرن 21، إحنا في بلد مفترض تكون بلد محترمة، ليه تحصل حاجات زي دي؟ ما مفترض تحصل حاجات زي دي. فعشان كده حرفيا التصرف وحاجة ما مفترض نسكت عنها، وما مفترض تكون بس أسترنت مثلا الليلة بكرة الناس تكلمت عنها خلاص رفعناها في السوشيال ميديا وكده نجي نسكت عليها. أبدا ما مفترض نسكت عن الموضوع ده. ودام انتوا جيتوا حتوجهوا رسالة للتلفزيون، حتوجهوا رسالة للناس عموما وكده، أنا ممتنة لكم جدا بالمناسبة، ممتنة جدا جدا يعني، شكرا شديد. فبس عايزاكم يعني تتكلموا عن الموضوع ده أكتر وكده. إحنا ما حنسكت كجمعيات نسوية أبدا، ما حنسكت كطالبات، ما حنسكت كطالبات حجار، ما حيسكتوا هكذا في الجامعات حنتكلموا كده. بس أنتوا برضو ما تسكتوا، والأهالي يعني يدكم معانا، ما تسحبوا بناتكم لا، بل جيبوهم، وحتجيبوهم في أي حالة لما يكون في فعلا عدالة، لما يكون في فعلا الناس دي بيتحاسبوا، لما هم يحسوا بالخوف إنه خلاص أنا ممكن هنا يعني أنا خايف أنا ما حسوي الحاجة دي. في نفس الوقت الأهالي بيطمنوا. فبس أنا كإسرار السلولي كم ولي أمر حرفيا أنا عندي يعني كده في صفحتي كمية ناس وكده، فلما رفعت الموضوع أي واحد بيقول لي إنه أنا خلاص أسحب بتي، بتي في حجار، بتي ما عارف شنو، أمري سلت لي أنا أسوي شنو، أنا كده أنا كده، لا ما تسحبي بتك، بتك حتكون في الداخلية، لكن حتكون في داخلية آمنة بإذن الله. طيب أنا عاوز أقول حاجة بسيطة شديد، نحن جينا كدعم لطالبات حجار، دعم للقضية بتاعت الاغتصاب اللي حصلت في الأيام الفاتت دي. نحن من داخل التزعيم الأزهري بنوجه كامل الدعم للبيت، وتقريبا أغلب داخليات الصندوق فيها المشكلة دي، مش قادرين، السكيورتي حرفيا زيرو. يعني أنا ما عاوزة أتفه النظام بتاعهم أو أتفه نظام الداخليات، لكن حرفيا نحن حتى في داخليتنا السكيورتي برضو ما كويس. فأنا بشوف إنه الصندوق مفروض يلاحظ للحاجة دي، لأنه الأهالي لما يجيبوا بناتهم هنا بيجيبوهم لحتة يكونوا فيها مطمئنين، تمام؟ فلما أنا الليلة تحصل لي قضية زي دي، وقضية ما هينة وقضية ما بسيطة، فأنا بشوف إنه الناس كلها مفروض تطلع، مفروض يحصل تضامن من كل الداخليات، وحتى في الجامعات مفروض الناس تنبه للحاجة دي، لأنه القضية الليلة حصلت جوا داخلية. فأنا اللي ضمنش إنه أنا بكرة ما يحصل لي نفس الحاجة، بكرة واحدة تانية من داخلية تانية تحصل لها نفس الشيء. فأنا بدعي الناس كلها إنها تطلع، الناس كلها تجي، الناس كلها تجي تساند بنات حجار، لأنه حرفيا هي قضية ما بسيطة، وحاجة مفروض الناس يستهون بها. ونحن بنوجه كامل الدعم للبنت اللي تعرض للاغتصاب، وإحنا مصدقينها، هنكون معاها لحد ما تبقى كويسة ولحد ما تتحسن، وإن شاء الله إن شاء الله حقها يرجع عليها، وإن شاء الله البلد تبقى أحسن وكل الحاجات دي تتصلح. وشكرا. مشاهدينا الأحباب في كل مكان، تابعنا مع بعض ردود البنات، تابعنا مع بعض حالتهم النفسية عاملة كيف. فنحن يعني بنتمنى إنه ربنا يرد لهم حقوقهم كاملة، والقانون يرد لهم حقوقهم كاملة، وتكون في عدالة في الموضوع، لأنه موضوع يعني كلنا بنعرف إنه تغتصب بيت حاجة ما زالها، وتغتصب وين؟ في داخلية، في محل أهلها مستأمنين